يسألونك مع عم دانيال. تفاعليات، مسائل كتابية، مقارنة وأكثر. والآن إلى السؤال. أصدقائي الأعزاء، الأخوة والأخوات، مرحبا بكم في هذه الحلقة المميزة وعن الوحدة المسيحية. جميعنا عادة بنعمل اللباس الكاجوال اللي بنسميه كاجوال. تذكر فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية والغنية أظن عن محمد هنيدي، كاجولو كاجولو، يعني خلي لبسوه لباس كاجوال مش فورمال، مش لباس عادي، ومنلبس اللي بيكون بيريحنا. والعديد منا في مواطننا أو لما منسافر ما بيلبسوا اللباس الوطني، لكن في خلال الـ IBCM اللقاء في كوالالمبور كان تشجعنا أن يوم الخميس مساء الكل ممكن يلبسوا اللباس الوطني اللي بيميزهم عن غيرهم. فأنا فكرت فيها قبل السفر، أي لباس وطني عندي؟ ما في لباس وطني، بلبس قميص وبنطلون. لكن خطر لفكري وسألت صديقي وأخي العزيز تشارلي من مالطا، أعطاني هيدي فاستعرتها منه، بتمثل العرب والناطقين بالعربية مثلي، وبعدين الجرافات اللي عليها يونيون جاك اللي هو العلم البريطاني، وللعجيب اني اشتريتها من الشام من دمشق، فهذه صناعة سورية مميزة. في هذا الفيديو، في هذا الحلقة، راح نشوف صور العديد من المشاركين والمشاركات في المؤتمر بثيابهم الوطنية اللي بيلبسوها في بلادهم، ثياب مختلفة. طبعا جينا من ألوان مختلفة كمان، راح تشوف من بين الأسود إلى الأبيض وكل شيء بيناتهم للأسمر. يسوعنا غالبا كان أسمر البشرة في الجسد، له كل المجد. فهذه هي من جينا من عدة بلاد، أكثر من 100 دولة، أكثر من 1000 أخ وأخت، في كأنها تظاهرة رائعة. وهذه بتذكرني في الملك داود. كان الملك داود كان بينظر إلى الحجاج اليهود من كل صوب حدب وصوب حول العالم ويصعدون إلى أورشليم، فكتب هذا المزمور، مزمور 133، بيقول في كلماته: هو ذا ما أحسن وما أجمل أن يسكن الإخوة معا. وفي اللغة العبرانية موجودة، هي أغنية ترنيمة: هني ما طوف وما نايم شفت أخيم كم ياخد، هني ما طوف وما نايم شفت أخيم كم ياخد، أو كم يحد أحد كواحد. ما أحلى وما أحسن أن يسكن الأخوة معا. في الترجمة الإسبانية رينا فاليرا 1960، أن يسكن الأخوة إن أرمونية، في هارموني، في انسجام، وهذا رائع جدا. هذا اللي كان خلال مؤتمر. فداود كان شايف هذول الحجاج في صعودهم إلى أورشليم، فكتب عدد من مزامير المصاعد اللي في العربي مزامير المصاعد، لأنها بتمثل الصعود، هي 15 مزمور، يعني من المزمور 120 إلى المزمور 134، 15 مزمور هي مزامير المصاعد حسب الترجمة السبانية اللي هي قبل الميلاد، والفولغاتا
اليونانية والفولغاتا اللاتينية على يد القديس جيروم، مزامير المصاعد أو أغاني المصاعد تقع بين المزمور 119 ل 134، فقط الأعداد لكن المزامير هي نفسها. كلمة الله هي كلمة الله ثابتة إلى الأبد، هو اللي أوحى بها وقادر أن يحفظها. المحمس أو اللي حثني على استعجال موضوع الثياب واللباس، لأن كنت عم فكر في الموضوع، لكن حديث مع أخ من الهند اسمه نيلسون توماس كتب هذا الكتاب Reflections of a Discerning Christian، يعني ملاحظات مسيحي عنده موهبة التمييز. وفعلا أخونا نيلسون عنده موهبة التمييز، اللي بيعرفوا إنجليزي ممكن يستفيدوا فعلا من كتاباته وما ينشره شهريا. نيلسون من مومباي في الهند. فهذا الصور اللي حتشوفوهم بيمثلوا مش كل الدول الموجودة، لأن أخذت الصور بحسب الوقت وحسب الإمكانية، لأن عدد لما أنت مع أكثر من 1000 شخص مش رح تصور كل واحد منهم، لكن في نسبة. واللي كأن اللي في أيام النبي داود كانوا من كل يهود على وجه الأرض، هذا اللي بنقرأ في سفر أعمال الرسل والفصل الثاني في يوم 50. ما كنا من كل أمة على وجه الأرض، لكن كنا منمثل العديد من الأمم، أكثر من 100 جنسية. لكن هذا بيعني أنه ممكن أكثر بكثير العدد، لأني مثلا أنا بمثل 3 جنسيات فعليا، وأنا شرق أوسطي من آسيا من خلفية شمال أفريقية، هذه أفريقيا، وبالاختيار أنا أوروبي أيضا في الجنسية. فخلينا نتمتع بهذه مع الخلفية اللي هي موسيقى هذه الأغنية اللي هي مزمور 133. هو ذا ما أحلى وما أحسن أن يسكن الإخوة معا، مثل الدهن الطيب النازل على اللحية، لحية هارون النازل إلى طرف ثيابه، مثل ندى حرمون النازل على جبل صهيون، هناك أمر الرب بالبركة ما أحلاها، هنا مطوف ومنايم شفت أخيم قم ياخد. أخوتنا أصدقائنا المسلمين استعاروا هذه العبارة أخد أخد أو أحد العبرية في سورة من القرآن قل هو الله أحد. طبعا أحد ما هي عربية، هي عبرانية كما في هذا المزمور، كما في أماكن أخرى. اسمع يا إسرائيل الشمع المشهور جدا، الرب إلهنا رب واحد، يهوه إلهنو يهوه أحد أو أحد حسب اللهجة العبرانية. فالرب إلهنا رب أحد، وسورة القرآن قل هو الله أحد، الله واحد. خلينا نتمتع بهذه الصور وفي عودة إليكم.
كلمة شكر لهاري وروبن مؤمنين محليين اللي اجوا ليشجعونا بآخر ليلة. سوسو اللي كانت متطوعة في اللقاء للخدمات اللوجستية أخذت هذا الأخ الأثيوبي وأنا لاقي أكل وقدمت لي هذا النودلز الطيب أكلته، كنت عرقان كتير من بعد المشوار في كوالالمبور وقبل ما يجي الباص ياخذنا للمطار. أصدقائي بتمنى وبتأمل وغالبا متأكد أنكم تمتعتوا بمشاهدة هذه الصور اللي بتمثل عدد محدود من المشاركين في اللقاء في الاي بي سي ام، وكل الألوان من أسود إلى الأبيض وما بينهما. أخ عزيز جدا على قلبي، كان شريك في الصلاة، نصلي من أجل بعض لسنوات طويلة، من يعني فيني أقول من سنة 1981، باسم جورج فرور، كتب هذا الكتاب ميسيولوجي عن اللخبطة اللي أحيانا الإنسان بيعملها، ويا مرات نحن بنعمل لخبطة. كان بيقول الرب يسوع قال له كل المجد، قال حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي هناك أكون في وسطهم. هذا الوعد أنه في وسطنا لما بنجتمع، فالكنيسة وين اثنين أو ثلاثة بيجتمعوا، سواء في مبنى أو في أي مكان آخر، على جبل أو على سطح أو في أبو أو في أي مكان، اثنين أو ثلاثة بيجتمعوا، هودي كنيسة، الرب يسوع موجود في الوسط، هيدي حضور الرب. لكن جورج فرور بيقول أنه وين اثنين أو ثلاثة بيجتمعوا مع بعض راح يكون في لخبطة مسيحيين يعني، ويوم بنعمل لخبطة في حياتنا، لكن الرب قادر أنه يحول هيدي اللخبطة، هيدي الأمور اللي بنعملها مش تماما حسب مشيئته 100%، هذا بيتم لما نحن بنلتصق فيه، لما فعلا بنكون معه في فكر الله، بنكون في قلب الله، بنكون حسب مشيئة الله، حياتنا دائما بتكون كيف هو بده. النبي داود قال خبأت كلامك في قلبي كي لا أخطئ إليك، فنحن مدعوين لحياة الطهارة، لحياة القداسة، لحياة الانسجام مع بعضنا مع الله ومع الآخرين. هذه صلوات الرب نفسه، رب يسوع له كل المجد، صلى ليكون واحدا كما أني أنا وأنت أيها الآب واحد، بدأنا نكون واحد في انسجام في هارموني مع بعض. فبتأمل للحضور في الـ IBCM 8 هالانسجام هيدا اللي كان بيناتنا ما يكون momentarily، ما يكون وقتيا، لكن يكون دائما ليستمر معنا ونعيش حياة الانسجام مع الله مع بعضنا ومع العالم اللي حوالينا، والتزام كمان أنه نصلي من أجل بعضنا الآخر، ندعو الله من أجل واحدنا الآخر. خلال اللقاء كل واحد فينا، أنا صليت مع العشرات يمكن أكثر من 100 خلال هذا اللقاء، وبشكر الله أنه كتار صلوا معي ومن أجلي أيضا. خلينا ننهي هذا اللقاء مع بعض في كلمة صلاة في محضر الله. أبانا السماوي القدوس، نشكرك، نعظمك، نباركك، نسبح اسمك لأنك إله حي. نشكرك لأنك جماعتنا إخوة وأخوات تحت سقف واحد في مشهد رائع جدا، جزء من المشهد اللي راح يكون في الأيام الأخيرة، وين من كل أمة وقبيلة وشعب ولسان نسبح الله. وهون على الأرض يا رب كنا من عديد من الأمم والشعوب والألسنة نسبحك ونعظم اسمك ونشجع واحدنا الآخر. يا رب أصلي من أجل الاحتياجات، كثير منا أتوا من عالم في فقر وفي احتياجات كثيرة، أصلي يا رب حتى تضع على قلب اللي ممكن يقدموا لحتى يشاركوا في امتياز المشاركة المالية مع الآخرين
يشاركوا في أنفسهم أيضا. نعم يا رب، مثل ما بتسمح أني أنا بسافر لتشجيع المؤمنين، اسمح يا رب في تحريك شعبك يا رب حتى واحد يشجع الآخر. يا رب أصلي لكي ما تحركنا لكي ما نلمس قلوب الكثيرين. أبانا السماوي القدوس، أصلي في اسم ربنا ومخلصنا يسوع المسيح، لك به مع روح القدس كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين. هللويا.